دشنت قيادة السلطة المحلية بحضرموت معدات وأجهزة طبية حديثة على مستوى المحافظة من شأنها الإسهام في تعزيز منظومة العمل الصحي بالمنشآت الصحية بالمحافظة، حيث دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي المرحلة الأولى لمشروع صيانة وإعادة تأهيل مركز المكلى للكلية الصناعية وتسليم أجهزة غسيل للكلى حديثة بالمركز بتمويل من مؤسسة نهد للتنمية. ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتحسين جميع مرافق المركز وتزويده بعشر أجهزة غسيل حديثة للكلى مع الكراسي ألمانية الصنع. ودشن المحافظ بالمركز المضخة الحديثة لتحلية المياه لمرضى غسيل الكلى، كما دشن المحافظ استكمال وصول الدفعة الثالثة من مقاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.